السعودية مشاهدينا ومتابعينا لعدة عقود كانت المخيمات الصيفية تعني شكل واحد من الأنشطة اللي حرفت هذه الأندية الصيفية عن مسارها ولم تضف الكثير لطلابنا ولأبنائنا وبناتنا. اليوم في مطالبات بدأت تتجدد بأنه يصير في إعادة تنظيم للأندية الصيفية والاستفادة من تجارب دول عديدة لها باع طويل عندهم المخيمات، عندهم الكامبز وغيره وغيره وغيره. أكيد طبعاً زميلتنا الجميلة نرجس العوامي زارت أحد هذه الأندية الصيفية وأعدت لنا تقرير جميل حنتابعه بعدين لأحاديثنا بقية. هنا يتخلى الأطفال عن كل ما هو إلكتروني، تاركين الكسل في مكان آخر. نشاط بدني يشعرون به، ونشاط فكري آخر. هذه الفوائد المرجوة من النوادي الصيفية، وهذا ما يبحث عنه الأهالي. أحب أسوي زومبا وباسكتبول، أسوي جيمناستيك، يعني كرة سلة، يعني أشياء كثيرة حلوة. أجي من تقعدين البيت ما تسوين شيء، يعني ما يفيد جسمك، يعني لازم تتحركين. ولا أقعد بالبيت وأنظر أجهزة وأتعب وزي كذا وعيني تنظر وأشياء كذا. أحب إنه أتمرن وأخلي جسمي يعني يتعود على هذه الأشياء. أدرس، أكتب إنجليزي، أراجع جداول الضرب القسمة. طيب ما تروح أماكن ثانية تنبسط فيها؟ إلا زي وين؟ الملاهي. نلعب كورة ويقولون لي محمد صلاح عشان يسحب كثير ويسجل أهداف كثير. وهي الإجازة كثيرة، نروح مثلاً أحيان نلعب مثلاً أشياء زومبا، وأروح نادي شو اسمه، وممكن أروح بس نادي حق كورة أو أي شيء ثاني كذا يخليني أنبسط. أسباب كثيرة وفي مقدمتها قضاء وقت مفيد ومواجهة التحديات وتمضية ساعات مختلفة مع أقرانهم. الهدف منها إنها الحين مفيدة أصلاً للطالبات والطلاب، منها تملية للفكر بأشياء إيجابية، وثانياً يكون حوله يعني مجتمع سليم وكل اللي حوله يعني سليمين، منها توعية فكرية واجتماعية. بدل ما يخلي الإنسان انطوائي يخليه اجتماعي أكثر، يتعرف على المحيط اللي حوله والبيئة اللي حوله، بدل ما يقعد يمسك 24 ساعة الجوال والبلايستيشن ويقعد يلعب فيها بدون علم الأهل، ممكن يروح في أشياء غير مفيدة مثل ألعاب اللي تستهدف الأطفال في أشياء غير سليمة وتؤدي بعض الأحيان إلى القتل. يعني الكثير من الأهالي يتمنى وجود نوادي صيفية تحت مظلات حكومية، ولا بد من إشعار هؤلاء الأطفال بأن للوقت قيمة وإعلامهم أن الصيف أحد فصول التعلم والتدرب والاندماج وتحويلهم إلى قيمة وطنية كبيرة لكي لا تأخذهم أيدي الضلال. من الرياض، نرجس العوامي، MBC.